لله رب العالمين. هكذا أيها الأحبة في الله، يجب أن يعم العدل على بقاع الأرض حتى نحس بالأمن والأمان، حتى يأخذ كل ذي حق حقه، حتى يرضى كل إنسان عن حياته وعما هو فيه. إذا عم العدل عمت الخيرات والبركات على أهل الأرض. إذا أحس كل إنسان بالعدل أخذ حقه وأدى ما عليه من واجبات. فهذا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عندما فقد درعه وكان مع يهودي، وجده يهودي ووقف الإمام علي وهو أمير المؤمنين أمام القاضي زيه زي أي مواطن عادي، قال له: ما حجتك يا أمير المؤمنين؟ حجتك إيه إن الدرع ده بتاعك؟ قال: ما معي بينة. ما حجتك يا علي بن أبي طالب؟ ما معيش بينة. إذن الدرع درعك يا يهودي، احنا لقيناها ده معاك انت في ايدك يبقى بتاعك. اليهودي لما اتحكم له بالدرع مشي خطوات ورجع تاني، قال: هذا دين الانبياء، والدرع درعك يا امام، واني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اليهودي اسلم. العدل حتى مع غير المسلمين، حتى غير المسلمين نعدل معاهم، مش علشان خاطر ان ده يهودي او ان ده مسيح ما عدلش معاه، لا. احنا قلنا العدل دون النظر الى عقيدة او لون او جنس، سواء راجل او امرأة، سواء مسلم او مسيح او يهودي او اي ملة، العدل يجب ان يكون موجود بين الكل. ان انت لا تحابي مسلم على غير مسلم، ما تقولش عشان ده مسلم اقف جنبي والتاني لا، ما تقولش عشان التاني مش مسلم اظلمه، لا. العدل يكون على الكل، كل زي بعضيه. ودوكوا شفت اليهودي أسلم لما رأى بعينيه عدل الإسلام، ويا ما شفنا ناس أسلمت بسبب عدل الإسلام. مش إحنا اللي نضيع روحنا علشان خاطر الدنيا، مش إحنا اللي نبيع حياتنا بمال زائل، مش إحنا اللي نمد إيدينا على الحرام علشان خاطر نسيب الذل لعيالنا، مش احنا اللي نزل نفسنا عشان دنيا. نعيش بالحلال على زي ما ربنا يدينا، نرضى بربنا قسمه لينا، نرضى بقضاء ربنا، نرضى بالقليل لعل وعسى ربنا يباركنا فيه، نرضى بان ربنا رزقنا اولاد بيوحدوا ربنا، ان رزقنا زوجه بتعبد ربنا، ان رزقنا اولاد صالحين وبنات صالحات. ده افضل ملايين المرات من مليارات الجنيهات. إن ربنا يديك ولد صالح بالدنيا واللي فيها، إن ربنا يكرمك بزوجة صالحة ده بالدنيا واللي فيها. لكن المال زائل هنسيبه زي ما هو، والذكرى اللي هتسيبها للناس حلوة ولا لا، ده اللي انت تفكر فيه. ما تفكرش انك تمد ايدك للحرام قد ما تفكر ان انت تحمد ربنا على الحلال اللي ربنا ادهولك، على النعمة الصعمة الصحة والعافية والدين، ان انت عم تقدر تقوم من بيتك وتدخل الجامع تصلي. دي اكبر نعمة لربنا عطاها لك، ان انت تقدر تقوم على حالك تقرأ الفاتحة وتصلي لك ركعتين لله في جوف الليل. افضل ملايين من ملايين الجنيهات اللي تخليك الليل كله وما تقدرش تنام. صلي ركعتين ونام تنام مرتاح، لكن لما يبقى معاك ملايين عمرك ما هترتاح. ندعو المولى سبحانه وتعالى أن يكتبنا عنده من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت. اللهم ارزقنا العدل يا رب العالمين، وابعد بيننا وبين الجور يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حافظ على جيشنا وشرطتنا ومصرنا يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، حي على الصلاة.
تعتدل يرحمني ويرحمكم الله، واسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.